هنا ايه الفكره، ايه الفرق بين الكاسترد والباستري؟ الكاسترد يا جماعه بنعمله على السخن زي ما احنا عملنا كده على النار، لان هو عباره عن نشا اصلا وفانيليا، فهو مش حاجه يعني تمام. لكن لو احنا عايزين نعمل باستري، لا الباستري بيتعمل، انا بتكلم على الطرق الجاهزه، مش بتكلم على الطريقه اللي احنا نعمله فيها بيض وصفار بيض والكلام ده. لكن الباستري بيتضرب بالميه، بنحط عليه ميه او حليب بارد متلج ونضربه بالمضرب او حتى نقلبه بالويسك اليدوي كده. فده الفرق بين ده وده، ده حاجه وده حاجه. يعني الكاستر الباودر ما ينفعش يتعمل بيه وصفه زي دي كده تبقى شويه مقلبيه، لا ما ينفعش. هنا انا عايزه على الوش بقى ممكن تحط شويه مكسرات، انا اللي كان متاح معايا ساعتها سبرينكلز وفارماسيل، لو في مكسرات ممكن تحط فتكون احلى. ووزعتهم على الوش، بس طبعا بنوزعهم بعد ما العلب بتاعتنا تبرد تماما علشان ما تسحش الالوان دي، الالوان نفسها ما تسحش وتبقى شكلها مش لطيف. خلاص عملنا ما شاء الله 45 علبه عملناهم، كلفونا قولوا 110 مثلا على 45 علبه، يعني كل علبه متكلفه حدود ال 2 جنيه ونص مثلا 3 جنيه بالكتير. يعني لو انت حابه تعملي مشروع تبيعيها ب 5 جنيه، ممكن تقفوا لو حد حيبب على باب مدرسه، على باب حضانه، على مثلا على اي اماكن فيها تجمعات زي الحدائق العامه والجنين والحاجات دي، واظن ب 5 جنيه العلبه هتتخطف يعني، وهتبقي توزعي معاها معلقه صغننه. بالنسبه للتوزيع انا دايما بتسال على التوزيع، مين يوزع لي مين يوزع لي؟ بصوا يا جماعه في الشغل مفيش حد هيعمل لك حاجه، اللي هيوزع لك هيشاركك في الربح، وبالتالي هتلاقي نفسك مكسبك مفيش، مكسب هزيل جدا وضعيف. فاحنا بنعتمد على نفسنا. انت ممكن لو انت قاعد، طبعا اللي هيعمل صنف زي ده اكيد قاعد في منطقه شعبيه لانه محتاج يبيع صنف ب 5 جنيه، فانت ممكن ابنك، ممكن اخوكي، ممكن زوجك لو هو مثلا بيشتغل الصبح بعد الظهر يحب يشتغل في بوكس شكله شيك ولطيف كده، هيقف قدام المدرسه حرفيا العلب دي في 10 دقايق بالظبط ال 50 علبه هيكونوا اتباع، يعني ممكن حتى يقف قدام مدرستين او يقف الصبح ويقف في الفسحه. وبالفعل انا في حد بعت لي، في شخص بعت لي راجل كبير ما شاء الله زي والدي كده، قال لي ان بنت ان ابنه بينزل يبيعهم لاصحابه في المدرسه، وانا فرحت جدا بالرساله دي، ان ابنه بينزل يبيعهم في المدرسه بعد المدرسه بابا